قناة الواقع، حقائق مثيرة وعلم نافع. تعود الكثير من الأطفال حول العالم سماع القصص قبل الخلود إلى النوم، وفي الجزائر بالذات كان الأجداد يروون أحلى القصص، وخاصة التي تكون متعلقة بواقعهم. فمثلا أسطورة غنجة، فقد سمعها نصف الأطفال الجزائريين في صغرهم تقريبا. تحكي أسطورة غنجة عن فتاة فائقة الجمال نشأت في عائلة ثرية ملتزمة، وكانت وحيدة أهلها، فلم تكن تخرج أو تقابل أناسا غرباء أبدا، وحتى سن 15 لم تكن تعرف إلا المقربين من عائلتها. كانت غنجة متواضعة رغم جمالها ومالها ونقية السريرة. كانت تعيش في منطقة شعبية سكانها ليسوا كثر، وكانوا يعملون ويجتهدون لإطعام صغارهم، وكانوا مكفيين إلى حد ما. ولكن وفي يوم أسود اجتاح المنطقة جفاف قوي حمل معه رياحا من جهنم، هلكت الحيوانات المسكينة وجفت الوديان والآبار، وتوقفت نوافير قصر غنجة، وكاد أن يقتل أهل المنطقة التي كانت تسكنها. ولقلة حيلتهم لجأوا إلى طلاسم السحر وطقوس الشعوذة، ظنا منهم أن الاستعانة بالأولياء وتقديم قربان لهم قد يأتي بالنفع. ولكن مسعاهم خاب، وبعد خيبة عقدوا اجتماعا مع أكبر شيوخ المنطقة، وتوصلوا في اجتماعهم إلى حل واحد لا غير. كان ينص على أن تخرج فتاة نقية السريرة طهورة طهور الملائكة أمام الملأ أجمع، كاشفة عن شعرها وحافية القدمين. وقد أجمع الجميع على أنه لا شك في أن تكون هذه الفتاة هي غنجة، فذهبوا في حشد كبير إلى منزل غنجة، وهناك استقبلهم والدها بابتسامة ساحرة، فخاطبه شيخ قائلا: يجب على ابنتك غنجة التي تمثل رمز العفاف عندنا أن تخرج إلى العامة عارية الرأس والقدمين، فبهذا ينجلي عنا هذا الشداد العظيم. فلم يجد والد غنجة حلا آخر، فتوجه قاصدا ابنته الوحيدة فغمرها بقلبه، ثم قام بفك ضفائر شعرها الطويل حالك السواد، فانسدل على كتفيها وصولا إلى ركبتها، ومن ثم نزع الخفين عن قدميها فبدت كأنها ملاك صغير. ثم تمتم الأب بكلمات مباركة فيما كانت غنجة تنظر إليه في حيرة من أمرها، قلقة من تصرفات والدها. ثم سألته مخاطبة إياه بنبرة يشوبها التعجب: أبي، ما الذي يجري هنا؟ فرد عليها قائلا: سنعيد الماء إلى نوافير القصر يا ابنتي. حمل كلام الأب فرحة إلى قلب ابنته الصغيرة، لكنها لم تفهم ما الذي يحدث بعد، فقالت: كيف ذلك يا أبي؟ فسرد عليها الأب ما قاله الشيخ له بالخارج، فترددت قليلا ثم خطت بضع خطوات باتجاه الباب، وكان والدها يشجعها أيضا على ذلك، لكن الأمر كان صعبا بالنسبة لها، فلم يسبق لقدميها أن وطئت أرض الشارع، لكنها خرجت بشجاعة كاملة. وما إن خرجت حتى عصفت ريح قوية وتسابقت من الغرب سحب كثيفة تسد الأفق، وأظلمت السماء وثقل الهواء، وبدأ الغيث ينهمر. حينها بدت الفرحة على سكان المنطقة، وتوجهت أنظارهم إلى السماء مهللين مكبرين باسم ذي الجلالة الله. انهمر الغيث لمدة 4 أيام و3 ليال، وبعدها انقشعت الغيوم الداكنة وأشرقت الشمس مجددا، فارتوت الأرض وانفجرت الينابيع وابتهجت الوجوه ثانية. واعترافا لغنجة بالفضل، عاد الناس في صباح اليوم الرابع لإقامة الاحتفالات أمام قصر غنجة، فاجتمع الشباب في ثياب قرمزية اللون مزينة بالأبيض، منتعلين الأحذية الحمراء وممتطين الجياد الأصيلة، وأظهر كل فرحته وعلت زغاريد النساء، وبهذا حل الفرح مجددا على تلك المنطقة. لكن خوف الأهل على ابنتهم الصغيرة بعد ظهورها العلني قد أدى بهم إلى اصطحابها إلى بيت آخر بعيدا عن تلك المنطقة، ولم تظهر غنجة بعدها مرة أخرى، ولم يسمع أحد أخبارا عنها. لم تذكر الأحداث اسم المدينة التي جرت فيها هذه القصة، لكن يقال أنهم إلى حد الآن إذا هددهم الجفاف يخرجون وينادون باسم غنجة، بحيث نصبوا لها تمثالا حجريا في منطقتهم الصغيرة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى أن تدعمنا بلايك وتعليق، وللمزيد من الفيديوهات والأخبار الحصرية اشترك في القناة وفعل خاصية الجرس، وستستفيد كثيرا بالفيديوهات القادمة.